ليس شايف انها مش ثوره برضو بعد الاجراءات لا. يعني اللي حصلت انا اصل عشان حرصا على وقتك مش هدخل في مناقشه ثوره ولا انتفاضه شعبيه طيب هدخل بقى في صميم السؤال بتاعك لان ده طيب. الموضوع ده ممكن يقضي ممكن نقعد اه في 100 آه. سنه طبعا هفاجئك بان انا ضد قانون الغدر ليه؟ ليه؟ انا ضد اي قانون استثنائي طيب لان انا ببص ل... لتاريخ مصر مش بس في ال 30 سنه اللي فاتت في ال 60 سنه انا ضد اي قانون استثنائي ما تنسيش ان قانون الغدر حكم بيه مين مين فؤاد سراج الدين اه انا ما لا اثق في اي حكومه خلي بالك ولا اضمن ان قانون الغدر ده لو طلع ضد ما يسمى بفلول الحزب الوطني ان بعد شويه يوجه ضدنا كحزب سياسي طب وهل ما فيش حل لي... ضمان يبقى الحل ايه ان احنا نعزل الناس اللي كانت لا في حل اللي هو في حل. شوف كل من ارتكب جرائم ضد الشعب كل من أشرف على تزوير الانتخابات كل من أشرف على ارتكاب جرائم التعذيب والاعتقالات العشوائية م. كل من نهب أموال الأمة تقدميه للمحكمة وتحبسيه بالقانون العادي, العادي. قانون... وانت عندك ترسانة قانون يعني العادي. ترسانة من القوانين يعني أنا لو أقول لك عدد القوانين اللي صدرت في مصر من سنه 1900 لحد النهارده هيغمى عليك تمام طيب وده عددها تمام طيب وده خلي... يبقى كده معنى كده ان احنا محتاجين محكمه بقى محكمه تحقق ببقى. وت... ببقى. وتقول ده عمل كده وما عملش وشيل الماساه في هذا البلد ان بتصدر قوانين كتيرة وتوضع في الادراك طبعا انا هضرب لك بس انت عندك قانون من سنوات محاكمه الوزراء بيطبق؟ لا طبعا. انا اول مره اسمع انه موجود الكسب غير المشروع من اين لك هذا؟ في حاجه اسمها ابراء الذمه انا لما امسك منصب لازم تعمل امضي إقرار. على اقرار ايه ممتلكاتي وانا ماشي من المنصب اشوف اقارن بقى انا كمواطن بين الراجل ده كان يملك ايه و وبقى عنده ايه وهو بيغادر المنصب بقى عنده يعني في وسائل قانونيه عديده لا تدفعني ولا تضطرني لاستخدام قوانين جديده أساسية وكفى قوانين. طب انا عشان الوقت خلاص بيخلص انا عايز اسال اروح لبعيد شويه واتكلم على الاعتذار الرسمي اللي سمعناه امبارح بالليل او طلع يعني امبارح من الحكومه الاسرائيليه بتعتذر الحكومه المصريه عن مقتل ستة جنود برصاص الجنود الاسرائيليين او بالرصاص الاسرائيلي زائد كمان الكلام انه هيتم الافراج عن جلعاد جلعاد شاليط مقابل ألف أسير فتعليقك على الخبرين مع بعض أولا خطوة الإفراج عن أكثر من ألف فلسطيني مقابل هذا الجندي الإسرائيلي هذا ما كنا نطالب به وكان الجانب الفلسطيني والعرب بشكل عام بيطالبوا به من سنوات م. كانت الحكومة الإسرائيلية هي اللي بتماطل وماطلت لسنوات مع الوسيط الألماني في هذا الموضوع نجح الوسيط المصري في تحقيق هذا وهذا يحسب له طب. يعني خطوة إلى الأمام طبعا آه مطلب الافراج انت عارفه في 11000 اسير فلسطيني مم. عند الاسرائيليين يا دوبك 10% هذا المطلب يجب ان نلح عليه والفلسطينيين والعرب بشكل عام المطالبه بالافراج عن جميع الاسرى الفلسطينيين فيما يتعلق بالاعتذار لا يكفي فين التعويضات لضحايا الضحايا هذا كنا نطالب به ولا يجب ان نتخلى عن هذا المطلب لمجرد الاعتذار يعني مطالبنا اللي قدمناها اللي هي الاعتذار والتعويضات لازم الاثنين يتنفذوا ما والتحقيقات شارعنا. يعني اللي كان البيان طالع فيه بالتحقيق. اضيف اليه فكره وجود لجنه تحقيقات مشتركه بين مصر واسرائيل لبحث المجاره على الحدود بس اذا كان كل اسير اسرائيلي هاخد قدامه 1000 واحنا عندنا 11000 اسير فلسطيني يبقى احنا محتاجين نقصر 10 اسرائيليين كمان ونخلص ونخلص الموضوع وناخد ال 10000 تمام بس تعليق على التصريح التصريحات ف... جاء يعني متاخرا يعني يعني جزء من العنجهيه الاسرائيليه يعني أي. الاحداث فات عليها شهور رد الفعل كان باردا يعني أي. تخلي لو كان هذا الاعتذار جاء فورا اعتقد كان منح مصر والحكومه والمجلس العسكري لا آه هو في نقطة كمان آه يعني هنا بقى اصل آه الأستاذ محمد أشار للشاب اللي نازل على الإسرائيلي آه يعني يمكن دي برضه نقطة خلافية بيني وبينك يعني وحيدة آه أنا في رأيي إن هذا الإعتذار جاء نتيجة مظاهرات المصريين أمام السفارة الإسرائيلية ليه؟ باختصار شديد أرجوك الحكومة الإسرائيلية لا تخشى الحكومة المصرية تخشى الشعب المصري تخشى ثوار 25 يناير او منتفضي 25 يناير وتخشى انه دلوقتي التعامل مش مع الحكومه مع رجل الشارع المصري وتعرف مدى كراهيه وعداء رجل الشارع المصري لكل الجرائم التي ترتكبها اسرائيل في الاراضي المحتله وعلى حدود مصر من هنا انا انسب الفضل في هذا الاعتذار لرجل الشارع المصري والذين تظاهروا امام السفاره الاسرائيليه. اضيف عليه لانه ربما كان الاعتذار الوحيد من الدوله الاسرائيليه طوال 30 سنة. رفضت تعتذر تركيا الكاتب الصحفي محمد علي خير شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا ميرسي فندم. أه الكاتب الصحفي استاذ نبيل زكي والمتحدث الرسمي لحزب التجمع نهارك سعيد ونورتونا طورة أه ختاما خلص حلقتنا النهارده وختاما نفسي ويمكن بقول ده كل يوم اربع نفسي بحديث الاربعاء كده عندنا اخبار كثيره كلها ايجابيه وقاعدين بنحتفل بكل قرار طلع او بكل حاجه خطوة ايجابية يعنى ان شاء الله ده هيحصل قريب فى حياتنا يعنى ان شاء الله صباح الفل